مساكم الله بالخير والرضا والسعادة والفرح والسرور. يا مرحبا وسهلا بمشاهدي سمة دبي، يا مرحبا بالناس الطيبين، يا هلا بكل من يتابعنا هذه الليلة وكل ليلة في برنامجكم المندوس. يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس من أولها جزء. يا ولد هات، لا لا تعبني شيلت، لا 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 لا، يوم نقول مندوس صفك بس عشان ارتاحنا. هي نعم، حياكم الله وتحياتنا لكل من يستمع في إذاعة دبي وكل من يشاهد في سمة دبي وكل من يتفاعل على هاشتاق برنامجنا وكل من يحب برنامجنا ولقانا وتواصلنا ومناديسنا كل ليلة في المندوس. انتوا بعد صدقون لي اوكي، الأولين قالوا منو شاهد بالعروس، قالوا امها ما يستوي، لا ما يستوي، انت شهادتكم مجروحة، نحن كلنا فريق واحد وكلنا ربع. لكن نعم، يمكن في هاي الظروف اللي نحن فيها محتاجين نشجع بعض، محتاجين نساعد بعض، محتاجين نخاف على بعض، محتاجين نحن على بعض، ومحتاجين نرفع معنويات بعض ونذكر بعضنا بأن نحن أقوى من كل الظروف، وأن سعادتنا وفرحتنا أهم من أي وباء ومن أي جائحة ومن أي أخبار سلبية، وتدوم بلادنا وحياتنا بخير وسعادة إن شاء الله يا رب. يا مرحبا وسهلا. الريال وحتى المرأة بلي عمل وبلي نجاح وبلي هدف وبلي إنجاز، شو جيمته في الحياة؟ أهلنا الأوليين عندهم مثل، وهذا المثل موجود حتى بالفصحى وحتى في كثير من الدول العربية، تراب العمل ولا زعفران البطالة. يعني أني أعمل لو أجاب التراب وعايش في التراب، ولا أني أتم بطالي وعطالي وبليا عمل وبليا حرفة وبليا صنعة وبليا خدمة وبليا نجاح، لو ما جاب التراب أجاب الزعفران وعطور. لا، قيمة الإنسان فيما يحسنه، قيمة الإنسان ما بشكله ولا بلونه ولا باسمه ولا بأصله ولا بأي شيء ثاني غير بإتقانه وأخلاقه وعمله وإبداعه والشيء اللي قدمه ويخدمه لبلاده. الظروف اللي تمر بالعالم خلتنا نفتخر أكثر بشبابنا المبدعين والعاملين في كل الميادين، يشتغلون عن بعد ولا يشتغلون عن قرب، هم دائما يشتغلون عن حب لأنهم يخدمون دولة الإمارات العربية المتحدة. يعطيهم الصحة والعافية وقواهم الله ورايتهم بيض وللأمام دائما. اليوم أنا عندي عبر الفيديو كول واحد من أخواني من شبابنا، شباب الإمارات، أخوي عبيد الشري، مدير مناوب في جمارك دبي وحاليا في منفذ حتى. منور يا أخوي عبيد ومبارك عليك، ما تبقى من شهر رمضان وحياك الله. الله يحييك أخوي عبد الله، إزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة. الله يواليكم الصحة والعافية، أنتوا اللي إزاكم الله خير على خدمتكم وعلى حمايتكم لبلادكم وعلى عملكم في خط دفاعنا الأول، رايتكم بيضة، نتمنى لكم التوفيق وأنقل لك كل تحياتي. جزاك الله خير وياكم إن شاء الله. الحمد لله كل حد قايم اليوم بعمله وكل حد يخدم في هذا المجتمع، الحمد لله لك يا رب. الحمد لله، والبلاد تستاهل، والبلاد ما لها إلا عيالها المخلصين مثلكم وشرواكم، وانتو قدها وقدود يا عبيد، انت وكل إخوانك حفظكم الله. خبرنا عن خبرنا عن الشغل في رمضان، شو أجواء العمل في شهر رمضان؟ متعب للشغل ولا مع الظرف الحالي يعني إن شاء الله أموركم زينة وفي سهالات؟ والله ربي لك الحمد والشكر، الوضع الحمد لله مستقرة وتحت السيطرة مثل ما يقولون. العمل قل يعني من ناحية التنظيم، الحمد لله صار تنظيم عندنا في العمل في توزيع المناوبات مع الشباب، والحمد لله لك يا رب. والعدد فيه من ناحية العمل التجاري مستمر، ربي لك الحمد والشكر. الله يوفقكم إن شاء الله يا رب. إجراءات الأمن والسلام يا أخوي، الله يسلم، إجراءات الأمن والسلام، التباعد والتعقيم، ويعني أخذ الحيطة والحذر مثل ما يوصلون عليه الأطباء، إن شاء الله أن تلاحظون في التزام من الجمهور وفي حرص حتى من إخواننا وخواتنا العاملين عندكم في الجمارك. ربي لك الحمد والشكر. الإدارة الرشيدة جزاهم الله خير ما قصروا، تم توفير الارتداء، يعني تم توجيهنا بارتداء البدلات والكمامات والقفازات الخاصة بالوقاية من العدوى، وترك مسافة متباعدة سواء بين الأفراد عندنا في العمل أو مع العملاء اللي نتعامل معاهم. الحمد لله كل من قاعد
يلتزم بال الحمد لله. شايفين في تعاون من الجمهور ولا تواجهون صعوبة معاهم في أثناء عملكم؟ والله نواجه صعوبة في بعض الناس تنقصهم الثقافة، فبعض العملاء ما يكون ملتزم يعني، ولا يكون حتى ماخذ بالشروط والالتزامات الكمام والقفاز. فقمنا صار عندنا جانب توجيه يعني للعملاء قبل ما نتعامل معاه، صرنا نوجهه بالالتزام هذا. يعني شوف اخوي عبيد الله يسلمك، انتم عليكم اليوم مسؤوليه مجتمعيه اضافه لمهامكم الوظيفيه، توعيه الناس، الصبر عليهم، وايضا يعني ارشادهم لسلامتهم، وانتم ما بتقصرون ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. سؤالي الاخير عبيد عشان ما اطول عليك، اجواء الشهر الفضيل اللي تعيشونها بينكم كفريق عمل، تعيشون لحظات رمضان ولا يعني السنه هذه شويه بحكم العمل والظروف مشتاقين لاجواء رمضان المعتاده؟ والله بسبب الظروف اللي صارت، موضوع الوباء هذا وكورونا، صار في تباعد في امور بين الاسر، لكن الحمد لله لك يا رب اليوم صار في وسائل التواصل، يعني قاعدين قد ما نقدر نجتمع يعني عن طريق البعد، يعني بالتواصل بالاتصال باللقاءات الطريقه. انتم قدها وقدود ان شاء الله يا رب، الله يوفقكم. ربي لك الحمد. اذا عندكم كلمه للجمهور المشاهدين وكل اللي يتابعونا، شو تحبون تقولون باسمك وباسم كل اخوانك في يعني في إدارتكم أو حتى في جمارك دبي؟ أنا أتمنى الجميع يتحلى بأعلى درجات الوعي والتعاون في مواجهة جائحة كورونا هذه، والالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات اللي صدرت من الجهات المعنية في الموضوع. هذا اللي نتمنى إن شاء الله، ونتمنى السلام للجميع إن شاء الله، ونحن نتمنى لكم السعادة والخير والتوفيق والسلامة دائما، ونشكركم على كل ما تقوموا به من عطاء أنت وفريقك وكل العاملين في جمارك دبي، بل كل العاملين في خط دفاع الأول. جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الطيبة، شكرا شكرا جزيلا. واجب، وسلامنا لإخوانك كلهم أخوي عبيد، ومشكورين مشكورين مشكورين. الله مشكورين. يطول هذين لهم شبابنا، بس نحب نطمن عليهم ونسلم عليهم ونشكرهم ونشد على أيديهم ونقول إن إحنا وياكم في محمل واحد، ونحن حاسين بكم ومقدرين جهودكم ورايتكم بيضة، ويعطيكم الصحة والعافية. والحين عادة عقب السلام وعقب الديباجة هذه، ويوم إن محمد النجفي صورنا السيارة الجميلة هذه، لازم أذكركم بأن سيارة وحدة راحت لراعيها، سيارة وحدة انتقلت إلى سلطنة عمان عند أخونا أحمد اللي فاز بأول سيارة. ثلاث سيارات السنة عندنا، يعني باجي عندنا سيارتين، والسيارات هذه مقدمة من سعادة المحامي الأستاذ عيسى بن حيدر. أبو عمر ما قصر ولا يقصر كل سنة، هذه يقول عيدية وفرحة للمشاهدين، خلهم يسعدون ويستانسون وياكم. وعدنا جوائز كاش خير الله كثير الحمد لله رب العالمين. ونبدأ وياكم، شو رأيكم بعد كثرة الرمسة؟ ما بحلوة قلة الرمسة، يعني بعد الأولين بعد يقولون كلمة عدلة، يقولون الكثرة قلة، يعني كثرة الشيء مثل جلته، مثل قلته علي، يعني إذا تبالغ في الشيء وايد كأنك بعد مو ما سوي. فاهمني ولا فاهمني داني؟ إيه شو بدي أقول لك؟ كثرة الشيء مثل قلته، واضح؟ لا أزت عليك خيط هلا ولا أخذ مكالمة؟ يلا أبوي، هذا العماني ياكم وشعاره سيفين والخنجر عمانية. أول اتصال من عمان، سلام الله عليك. وينه أول اتصال قلتوا لعمان؟ ألو شو اسم الريال؟ فيصل، تسمعني يا فيصل؟ ألو أفا ها فيصل تسمعني؟ فيصل راح. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام، كيف الحال أخوي؟ خير الحمد لله، يعطيك الصحة والعافية. منو معاي؟ الله يعافيك. شهاب ياك، حياك الله شهاب، شو الأخبار؟ من وين أنت شهاب؟ من رأس الخيمة طويل العمر. من أذن أنت شهاب؟ لا من الفلية. من الفلية؟ ايه نعم، والله ونعم نعم فيك طير عمر. نحن ابوي شهاب، نحن ابوي لبا حد يقرأ على تليفوننا، كان عندك مطوع يقرأ عليه زين.
قارين عليه طويل العمر. انتوا كيف قارين عليه؟ اول اتصال الا من راس الخيمه. حتى مايد هذا متعجب. مايد اخوي سلام عليك. لحظه شاب. الو سلام عليك مايد جناحي. ايش حالك يا مايد؟ كيف انت؟ امورك؟ رحب على المشاهدين المستمعين نسلم عليهم. لا في حد معلي على التلفزيون. مايد وين سماعتك مايد اليوم؟ والله في الساحل واللي بعمرك. ايش قايل؟ في الشاحن. في الشاحن. لا افا افا اباك دوم شي مشحون مضبوط جاهز ومرتب عمرك. يا حيك يا حيك. يا حيك يا حيك يا حيك. يلا شهاب اخوي حياك. حيا الله راعي الفلية. مرحبا بك. شو مسوي انت؟ شو تحصل خط؟ عطني الخطة، عطني الحل، عطني الطريقة، علمنا. من اسبوع ادقدق عليك انا. من اسبوع ادقدق علينا؟ ايه نبى السيارة. تبى السيارة ما غيرها؟ نعم ما في غيرها. والله انك ما تبى السيارة. نعم ابغيها اليوم. انا حلفت والله ما تبى السيارة. اشنها؟ نعم اشنها اليوم هي مبلية. حلفت والله. انا قلت لك حلفت والله ما تبى السيارة انت. لا ابغيها. انت تبغي العربية. سيارة عربية شو يسمونها بعد؟ موتور. يلا جاهز شهاب؟ جاهز. يلا بسم الله أول الله توكلنا على الله. ما بساعدك يا شهاب اليوم في نحاسة. أنا ما بساعد حد زين؟ أفا ما يشتي مرة الخيمة نهز. وإذا مر راس الخيمة يعني شو أسوي أنا؟ ها؟ السيارة السيارة يعني أنت تمر سيارة وأنا شو أسوي؟ بعد أنا سؤال بسألك جاوبت خير وبركة؟ ما جاوبت الله حاضرين الله وياك. كم يبلغ عدد الساعات اللي ينامها الأسد؟ الأسد كم ساعة ينام؟ مايد أنت كم ساعة تنام يا مايد؟ ما أسمع اليوم مو بشي صوتك. الأسد ما راقد وياه. يلا 20 ساعة 24 ساعة ولا 4 ساعات؟ الأسد كم ساعة يرقد؟ 20 ساعة. لا ما يعيبني شيء شاب طالع على صوت التلفزيون. الأسد أنا ما أعرف كم ساعة. ما تعرف يعني سكر عنك نقول غلطان خلاص. جارحنا بس حديقة حياة. يلا هات الجواب إشهاب. هات الجواب أبويا. مشاهدين اللي يبي يحصل خط أبويا يصير راس الخيمة. هذه أبويا راس خيمة الظاهر حظهم قوي ولا قارين على التليفون ولا شيء عندهم ولا الاتصالات شيء ما أدري حايسين تليفون لهذا الصوت الله أعلم. ما نعرف شو السر. كم يبلغ عدد الساعات التي ينامها الأسد؟ 20 ساعة 24 ساعة ولا 4 ساعات؟ 20 ما عليه. خيرها في غيرها يا أخوي. خيرها في غيرها شاب. أخو خيرها في غيرها الغالي. خيرها في غيرها. يعطيك الصحة والعافية وتشرفنا باتصالك وجوابك صح. يا ولد هات المندوس. يا ولد هات المندوس. يا ولد هات المندوس. لا ها وين راعي الفلي؟ سمعني صوتك وين؟ ما شاء الله كلهم بيتكم بس كلهم اهل؟ اي نعم. ما بيجمع عيال الفريج يعني؟ لا ها تحمل. ملتزمون يا وطن صح؟ نعم. يلا سمعونا اهل الفلي. يا ولد هات قولوا كافوا عليكم. يلا قولوا يا ولد هات المندوس. يا ولد هات المندوس. يا على بيت العامر بالفرح والسعادة إن شاء الله يا رب. قول آمين. آمين وياك. يلا شاب الصف الأول ولا الصف الثاني أخويا؟ توكل على الله. الصف الأول. المندوس الأول الثاني الثالث الرابع ولا الخامس؟ ثاني مندوس ما غيره؟ نعم. بسم الله بسم الله بسم الله. سامحني يا اخوي انا ما اقدر يعني ابيع لاني انا عندي مشكله شويه صح اخوي مايد؟ يعني البارحه بايع كمامه 3500 حلاوه ب 3000. مايد ما اسمع صوتك. مايد سانيتايزر. لحظه شوي شاب. مايد اخوي اقول لك اللي قبله سانيتايزر واللي قبله اي نعم كل. فانا اليوم عينتك خبير اقتصادي في برنامجنا. نعم الاقتصاد يقول ان اليوم يجب ان يكون كم المندوس نبيع؟ كم نبيع مليون قول؟ 750. زين انت بالله خبير اقتصادي بالله عليك؟ نعم خبير اقتصادي بالدرجه الاولى. هذا ما بخبير اقتصادي ده 750 ربي. لا 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 انت ابويا معتمد عندي خبير. ما اقول
خبير مال مال مزاد ما سوق السمك يمكن ها اخوي شاب 750 بيع لا لا المندوس المندوس 1000 درهم بيع لا لا سيارة ما بتقص علي يا شاب ما بتقص علي 1050 بيع سيارة اليوم 50000 هاي قيمتها 70000 اي 50 اكثر اكثر على 80 هذه اكثر هاي نبوها نبوها هذه بوي فل اكثر اكثر فل اوبشن فل اوبشن فل اوبشن حلو هو المطلوب هو المطلوب اي نعم مكيف ثلاجة سيتات فلاش غرفات كراسي غرفات اي نعم شاشه تلفزيون 50 بوصه هذا هو المطلوب يلا اخوي بعنا 2000 لا لا المندوس بعنا 2500 لا بس سياره نحن توكلنا على الله ب 3000 لا يا ريال بس خلاص المندوس بس افتح عيال افتح عيال افتح 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 بسم الله بسم الله نفتح المندوس ها قصر قصر ان قلت لي بيع 3000 المندوس مندوسك لا يسحب قلت لي لا يسحب هذا المندوس مندوسك لا يسحب ولا يسحب ولا فلوسك ميود ابوي ادعي مايد الغالي ادعي ادعي ما يقص علينا ادعي 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 سمعتي ان شاء الله سمعتي سمعتي بين بين التيار تعبانه السمع وايد ضايع وايد ضايع التيار ما علي ما علي ما علي ان شاء الله اليوم ها شاب 3 ولا المندوس 1 لا لا مندوس المندوس 3 ولا المندوس 2 مندوس 3 ولا المندوس 3 لا ها فتحنا مندوس بسم الله خلاص وقف الكلام بيع باع 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 صار 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 راعي الفلية الله ويا راعي الفلية الله ويا راعي الفلية يا سلام عليك 4000 درهم مبروك عليك يا شهاب مبروك هي والله سمعونا سمعونا يلا قولوا قولوا مندوس مندوس قولوا قولوا مندوس مندوس قولوا يلا على المندوس مندوسك عايز رجال فلوسك ايش مندوسك لا يسحب ايش وبعد هاي بعد يلا مبروك مبروك عليك 4000 ودنا العاصمة عاصمة الخير والسعادة إمارة العز والخير أبو ظبي على الهدوم إن شاء الله في خير قولوا آمين آمين يا يلا أمل سلام عليك يا أمل سلام عليك يا أمل ألو عليكم السلام إيش حالك يا أمل الحمد لله طيبة طيبة إن شاء الله بخير الحمد لله أنت من وين في أبو ظبي أمل من الشامخة من الشامخة والله يا مرحبا والله يا مرحبا والله يا مرحبا حياك الله حياك الله حياك الله يا أمل يلا أبوي تابعون المندوس من قبل رمضانين من قبل شو من قبل رمضانين من قبل سنتين من قبل رمضانين يعني قبل سنتين ما شاء الله عليكم روحك في البيت ولا حد وياك عندي صغار زي ما اسمع صوتهم خلي صفقون خلي يقولون شيء يا ولد هات صغار وايد صغار الله يطرح فيهم بك ان شاء الله يا رب يكبرون ان شاء الله في عزكم ان شاء الله يا رب قولي امين امين سؤالي وايد سهل بس ما بعطيت خيارات زين ما عطني ما بعطيت خيارات امل انت شاطره شدي حيلك ان شاء الله كان بيساعدك المستشار المالي مالي كيف ها مايد نعم بقيم إن شاء الله على إن شاء الله إن شاء الله السؤال يقول الله. كم عدد أحرف اللغة الإنجليزية كم عدد إيه نعم كم A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 26 فشلتنا يا مايد هاي اللي تتكلم عنها ما باللغة الإنجليزية هاي اللغة هاي شيء ثاني هي غير 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 بارك الله فيك غير بارك الله فيك غير بوي غير A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W وانتي صح 26 حرف يا ولد هات المندوس هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد أمل يلا جاهزة أمل؟ جاهزة على المندوس توكلنا على الله؟ إن شاء الله جاي تاخذين بيستين وتروحين ولا جاي تبين أبوي السيارة؟ جاي أخذ المندوس وأروح يعني جاي تاخذين السيارة؟ أيوة يعني أنت ما بتبيعين؟ ما ببيع يعني أخذ راحتي في المساومة أروح 6000 7000 عادي خذ راحتك ما بتبيعين؟ ما ببيع ما بتبيعين؟ ما ببيع نننننن
مستحيل ابيع. ايه مستحيل. اخوي مايد اختي امل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ابويا. انا من مرتين مندوغ انا. انا بيك كلي اصابات يا اصابات فلا مستوي في الصف الاول ولا الصف الثاني يا امل؟ الصف الثاني. مندوس الاول الثاني الثالث الرابع ولا الخامس؟ الثالث. الثالث؟ ايوه. بسم الله توكلنا على الله ويا رب كم نبيع؟ افتح. كفو والله. شوف كلام الكباريه. شوف كلام التجار. شوف كلام التجار. لا تساومني، لا تقول لي، لا تروح يمين، لا تروح يسار، افتح على طول. افتح على طول. افتح على طول. افتح على طول. على طول. لو اقول لك 5000 بتبيعين؟ ما بقول لك 5000. ما بقول لك 5000. ما تبيعين 5000؟ لا. خلاص عيني ما بعطيك 5000. ما ببيع. 5000. ما ابيع. هذا المندوس مندوسك لا يسحب والله انا فلوسك. انت لا تصفق اليوم فشلتني مايد. مايد يا اخوي ما اقدر ما اقدر ما بتصفق مايد. انت كل ما غنينا لك صفقت على طول. انت اليوم مستشار مالي. انا اول مره اشوف مستشار مالي يصفق. لا لا بس مستشار يعني هذا المندوس مندوسك لا يسحب لا يسحب. لا لا كدينا لا لا كدينا خير يوم هذا مستشارنا المالي كدينا خير. 5000 بيعي واحد. ما بيع. أخاف أقول 5000 ثلاثة تهولين. أفتح المندوس؟ لا افتح افتح. يلا فتحنا المندوس. بسم الله الرحمن الرحيم. حظك يا نصيبك يعيبني الإنسان اللي عينه على مندوس اللي عارف شو يبقى اللي الله كاتب له سيارة. يا سلام يا سلام يا سلام يا أمل يا أمل مبروك مبروك يا أمل مبروك أمل. نعم. مبروك يا أمل. فلاج سيارة سيارة سيارة. شفت الكرت شفت الكرت شفت الكرت شفت الكرت. أيوة عيا أبوي كرتك فيه 3000 يلا الحمد لله. حبت على صيفك. راحت عليك. ما راح وايد فلوس. بيع المندوس. راحت عليك. لا 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 اليوم فايزين مايد. احنا فايزين انا وياك فايزين. يا وليد هات المندوس يا وليد. روح 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 روح. غلبناهم غلبناهم. نحن نبالكم انتم الفوز. ان شاء الله الخير جاي. والجوائز وايدة والكاش وايد وبن كاسر ومناديسنا ون... شو؟ مناديسنا عامرة خير إن شاء الله. بن كاسر ونفاصل بعد الفاصل. يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس. مندوس مندوسك مندوس مندوسك مندوس مندوسك. يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس. راحت عليك الفلوس قلنا لك بيع المندوس. يا ولد هات المندوس. مندوس مندوس لا يسحبوا. يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس. هذا المندوس مندوسك لا يسحبوا. هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك. عم عبد الله هذه التحية إلك وحنا نحبك واجب. بسم بالله أني أحبكم أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. وسلام حب لكل مشاهدينا في كل مكان في كل إماراتنا الغالية في سلطنة عمان الحبيبة في المملكة العربية السعودية الغالية مملكة البحرين في دولة الكويت وبعد مشاهديننا في الدول العربية وفي غير الدول العربية وين ما يوصل المندوس. نبارك لكم ما تبقى من الشهر الفضيل ومنورين منورين ونقول لكم يا ولد هات المندوس. يا ولد هات المندوس. يا ولد هات المندوس. هات هات نعم زين.
عندنا فيديوهات ما شاء الله خير وايد. ومحمد النجفي الله يعطيه الصحة والعافية مخرجنا، لكن هي عقب الفطور يتفطر الجيم ويصير الميلس مثل ما خبرني يفكر هناك في الميلس، صح محمد؟ وتطلع الأفكار تطلع الأفكار الحلوة هذه ويسحب الفيديوهات من التويتر هو ومع فريق العمل اللي يعطيهم الصحة والعافية مش مقصرين. تشاركونا بالفيديوهات على هاشتاج برنامج اندرسكور المندوس، ما بتليفوني ما بالخاص عندي في انستغرام أنا ما يخسرني، أوكي؟ شاركوا في تويتر نزلوا فيديوهاتكم، والحين مع مندوس الشكر ومشاركات جميع عيالنا نتابعها ونكمل وياكم في برنامج المندوس. شكرا شيخ خليفة بن زايد، شكرا شيخ محمد بن زايد، شكرا شيخ محمد بن راشد، شكرا خط دفاعنا الأول. كلنا بك يا وطن مسؤولين، واللي تامر بنحن ملتفين، انت حدانا الزمن، ابشرتنا يا وطن متحدين ومتحدين، ملتفئون يا وطن. شكرا خط الدفاع الأول. شكرا خط دفاعنا الأول. عالكم في البيت ما تشلوا حالكم. شكرا عمي عبد الله على البرنامج. خلكم في البيت، سلامتكم سلامتنا، اتابعوا من دوش. عام وأنتم بخير جميعا، كل عام وشيوخنا بخير، كل عام وأنتم بخير. خط دفاعنا الأول، أنتم اليوم، أنتم اليوم فخر واعتزاز لوطننا، أنتم اليوم فخر واعتزاز لوطننا. كفو وطننا، كفو وطننا، كفو وطننا. شكراً خط الدفاع الأول، شكراً خط الدفاع الأول، شكراً خط الدفاع الأول، اما قلب الطفل ما يعرف يتذب ولا يلف ولا يدور، هذيلا من قلوبهم النقيه الصافيه يشكرون خط دفاعنا الاول. وسلام لعيالنا الملتزمين، منورين 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 منورين، برافو عليكم، كفو عليكم يا ابطال، يا فرحه كل بيت، يا شمعه كل بيت، الله يحميكم ويوفقكم يا رب. ونحن وايد فخورين بكم وبالتزامكم وبحبكم لبلادكم الغاليه. انزين نرجع لمندوسنا ونرجع لجوائزنا ونرجع لاتصال، والاتصال من عمان، وعمان وين؟ في القلب، والقلب ينبض بحبهم وحب أهلهم الطيبين. محمد من عمان سلام عليك. سلام ورحمة الله، كيف الحال يا محمد؟ الحمد لله، كيف حال؟ طيب الله يبارك فيك ويعافيك. من وين في عمان يا محمد؟ والله من شناف. ونعم 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 محمد. نعم يلا غني وياي. هذا العماني ياكم وشعاره سيفي والخنجر عمانيه وشعاره سيفي والخنجر عمانيه. لحظه انا عندي مستشار مالي ساكت. يا مستشار اترك القهوه عنك. لبيه هذا سيدي، شو انت تشرب قهوه؟ انتهى برنامج. انا اقول لك وشعاره سيفي والخنجر عمانيه. قول والخنجر عماني وشعار وسيفين والخنجر عماني. كفو كفو كفو، يستاهلون يستاهلون عماني يستاهلون. يلا خالد جاهز السؤال؟ جاهز. نعم تتابعونا في شناص؟ اكيد. ما تشوف عندك حد قاعد روحك؟ لا والله مع الوالد. الوالد الله يطول عمره. ابو من الوالد؟ امين يا رب. ابو من الوالد؟ ابو يوسف. ابو يوسف سلام عليك يا ابو يوسف، سلام عليك العم ابو يوسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خل عنك محمد، انا اريد اكلم ابو يوسف، اريد اكلم ابو يوسف. هذا المبروك، هذا اللي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا 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 عمي ابو يوسف، كيف حالكم؟ طيبين خير الحمد لله. كيف صحتكم؟ مبروكين بشهر رمضان، مبروكين بالصيام. مبروك عليكم ما تبقى من الشهر الفضيل، وكل عام وانتم بخير. وانت كذلك يا حي الله الشناص. يا مرحبا، يا حي الله الايواد، الناس الكرام الاحشام، حيهم 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 ابو يوسف حيهم. يا مرحب. تشوف المندوس ابويا ابو يوسف ولا ما تشوفني؟ اكيد 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 اشوف. تشوفني؟ اي نعم. زين ولا ها ها ها؟ فنان مره فنان فنان. اوكي تمام
لا لا أشكرك أنا. إيه. أشكرك أنا. أشكر. نعم. أنت يوم تمدحني أكيد بتفوز إن شاء الله. فنان فنان الله يحسن. إيه نعم. زين أنت عطني بيتين شعر واعتبرك فايز. أبو يوسف بيتين شعر. نعم. عطني بيتين شعر. بيتين شعر. والله ما اعرف اقول لك مول ما عندك شيء مول لا ميدان لا شعر لا قصيد لا مال لا لا ما عندي ما عندي لا شله لا رزحه لا مالد لا مول مول لا لا مول 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 خالي مول مول خالي مال الله يهنيك يا الله يهنيك لا لا تسمعك ام يوسف بس الله يغطي الصحه العافيه ان شاء الله ام يوسف ما تستاهل بيتين كذي حلوين ها ما اعرف اقول لك لا زين انت شو تقول حق ام يوسف اليوم في رمضان هذا والعيد جاي شو تقول لها ام يوسف اه شو تقول حق ام يوسف حق ام يوسف شو تقول اقول لك بس ما هذه كلمه حلوه شويه رومانسيه شويه كلام طيب ها تفرحها شويه لا ها ما في لا لا الله يخليها ويطلع فيها البركه يا رب ويبارك لكم ان شاء الله ويجعل بيت عامر من هو النبي الذي كانت معجزته احياء الموتى عيسى عليه السلام موسى عليه السلام ابراهيم عليه السلام هات الجواب يا ابو يوسف هات هات الجواب عيد السؤال الله عليك نبي الله عيسى عليه السلام واجابتك صح يا ولد هات المندوس ها ابو يوسف ابو يوسف هذا المندوس مندوسك لا يتحبون فلوسك قول هذا المندوس مندوس هذا المندوس مندوس نعم اليوم اليوم ابو يوسف بيقول حق ابو يوسف اهديك اهديك قلبي في مندوس الحب كله زين الصف الاول ولا الصف الثاني الصف الاول مندوس الاول الثاني الثالث ولا الرابع الثاني مندوس الثاني بسم الله اول الله توكلنا على الله منو يكلمني محمد ولا ابو يوسف محمد يكلمك ابو يوسف انت ما تعرف تبيع وتشتري مثل الاوليين الاوليين هم هالبيع وهالشراء بارك الله فيك هم صح يبيع ويشتروا صح هم هم المبروكين الله يطول عمرك زي ابو يوسف يسمع ها ابو يوسف كم نبيع ابو يوسف يقول لك ما يبيع بالمندوس مره 1000 درهم توكل على الله لا مره يبيع المندوس 2000 درهم حق ام يوسف تستاهل المندوس مره المندوس 3000 درهم كاش لخاطر ابو يوسف يستاهل 3000 المندوس خلت شوفه شويه خلت طالع شويه خلت مقل فيه والله مندوسك ما اشوف انه يعني سمين 3500 بيع لا مره المندوس المندوس خلنا اسال المستشار المالي مالي مستشار لبيه انا عيست وانا اعلم فيك لا تشرب قهوه وانت في التلفزيون عيزتنا انت يا قلت ان شاء الله هل كثر فيك صوع انت هل كثر مخك راسك عور ترى عشان مخمخ للمنصب الجديد اه مخمخ بالمنصب الجديد اخوي انا قلت لهم 3500 تنصحني ابيعه ب 4000 ولا ما تنصح انصح ب 4400 بعد نعم 400 هاي بطلعها من ثانيه انا 4000 4000 ويوسف نقول مبروك زيد زيد لا ما زيد يلا عاد عن طمع عاد عن الطمع 4000 حلوين بيع 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 بيع, بيع, بيع ما تبغى سيارة سيارة بيع بيع سيارة أبو يوسف يقول بيع مرة أقول لك قول حق أبو يوسف سيارة راحت أبوي أصحاب خل سيارة ثانية في شناص كيفك أنت خلاص بعنا بعنا مرة بعت ب4000 مرة قول حق أبو يوسف أكيد ما بدنيك ماي مرة نبيع هذه بس عندي شرط انا الاربعة الاف هذه تروح حق ام يوسف حليلها مره كم لا كلمه حلوه ولا طريتوها بالكلمه الزينه لازم على الاقل 4000 يروحون صوبا ال 4000 لام يوسف ايه والله مبروك عليك يا ام يوسف 4000 درهم مبروك مبروك
تعال محمد. هيا نشوف شو فاتك في المندوس، نشوف شو ضيعت في المندوس. الله 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 الله، مندوسك كان فيه 3500 وانت ربحت 4000 درهم. مبروك عليك يا محمد. الله يبارك فيك. مبروك. اي والله. اي والله. والله يرجع. من الناس رادين. رادين. كلنا اهل وكلنا قرايب وكلنا بني عم. بني جريب. وين الشارجة؟ عاد وين في الشارجة ما ادري. لكن قالوا لي عندك حمد من الشارجة. سلام الله عليك حمد اخوي. يا مرحبا. عليكم السلام. ايش حالك الغالي؟ كيف انت؟ الله يسلم. يا مرحبا. يا مرحبا. عساك بخير. خير ونعم الحمد لله. يا مرحبا يا مرحبا. الله يرحب بك عفضل. والله هلا وحميد. مرحبا بك زود. يلا حيه. مرحبا حمد. ايش حالك اخوي؟ خير ونعم الحمد لله. انت من وين؟ طمنا عليك. نعمه نعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد يا لله. يا هلا يا هلا. امورنا زينه. ونحن في نعمه وفي فضل وفي خير وفي بلاد خير. وفي صحة وفي سلام والحمد لله. بقاصر لنا شيء نموت. طول الله عمر شيوخنا ويخلي بلادنا. اللي الحمد لله الخير وفير. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. زين أخوي حمد من وين في الشارج أنت؟ أنا من خوربكان. عايش قاعد تقول من الشارجة؟ لأن القلب شرجاوي. لو خرف لو خربكان. نعم. لو راعي كلبة لو راعي دبة الحصن. القلب. نعم. بعدين أخبرك الأبو منو الله يطول عمره ويخليه الشيخ الدكتور سلطان أبو الجميع الله يسلم. نعم. الله يطول عمره ويخليه محمد. الله يطول عمره شيخ سلطان. هذا قدره كبير. طول عمره طول عمره. جنوب هل الإمارات كلهم. الله يبارك فيه. الله يطول عمره يا رب. ويبارك له في شهر رمضان ويبارك له بعمله المبروك اللي يسويه. آمين آمين. تستاهلون تستاهلون يا أهل خرفكان. ييناها ييناها الخور قبل كم من شهر ما شاء الله غادي جنة. حيات حيات جنة جنة جنة. لا لا ما يجوز عن خور بكات. ربعي هناك بس ما روم اقول اساميهم. لا افتضح. لا لازم تقرا بعدنا ورا الجاي ان شاء ما الله. ما اقدر اي عندك انا عبدو ما يخليني. ما تعرف عبدو. لا لا لازم تمر صوبنا. عبدو ما يخليني. ما تعرف عبدو. لا لا تعال يجيب عبدو وياك. الزين طبعا عبدو هذا النكنيم الريال يعني مهندس كبير ما اقول ما اقدر اقول اسمه. الزين السؤال يقول سؤال يلا بسم الله. شو الطعام الوحيد الذي لا تنتهي مدة صلاحيته؟ راوني مايد حم هلا اخوي. الطعام الوحيد الذي لا تنتهي مدة صلاحيته قدامك على التلفزيون اختار واحد ولا اثنين شو تبغى؟ طعام طعام ما تنتهي صلاحيته قدامك على التلفزيون اختار تبغى مايد تبغى مال صدر ولا تبغى مال غاب؟ انت ما شنت مايد انت ما شنت ها انت مال غاب مال يبال انت صح؟ ايه مال يبال انا بلا لا مال يبال زين لا هذا هذا صدر صدر اصلي لا لا انا 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 صدر انا صدر مستوي طول عمري تحت الصدر والنخل والغاف لكن هذا مال مناحل حتى اقول لك هذا المزارع ها يلا اخوي هات الجواب راعي خور بكان شو العسل يزقرك مايد طلعت من كثر شو اسمه من كثر ما قال الصدر حتى اخر شيء قام نغني تحت الصدره يزقرك يزقرك يقول لك يا العسل يقول لك يقول لك يا العسل يناديك يقول لك يا العسل رد عليه قول عسل العسل ايه عسل نعم عسل مايد مايد العسل الجواب صحيح العسل ما ننتهي صلاحيته هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس يا ولد هات المندوس حمد سمعنا 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 يا خور فكان سمعنا صوتهم سمعنا هذا لمندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك الله يخليها ويطرح فيها مبركة إن شاء الله يا رب ويطرح فيها مبركة ويجعلكم دوم في سعادة قول آمين 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 وياك بحميد الزيت حمد أخوي صف الأول الصف الثاني صف الأول المندوس الأول الثاني ولا الثالث الثاني بسم الله أول الله توكلنا على الله
يا يتبيع ولا يا تاخذ السياره وتروح؟ لا لا يا ياخذ السياره ان شاء الله. لا تدوس علي هات الكلام العدل ان شاء الله. ان شاء الله السياره ان شاء الله الناموس. اكيد نعم. انا خاف اقول 4000 تتم تتنافض وتتشاور. لا لا ان شاء الله ان شاء الله مندوس ان شاء الله. وتغير كلامك تقول 4000 تقول ها ها. لا لا ها مندوس المندوس. ما بتقول ها 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 انت 4000 ما بتقول ها ها المندوس. افتح المندوس عمي. اذا قلت 4000 ما بتتم تتشاور وتغير رايك. ها ها. لا لا ما اغير ما اغير. اكيد 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 اكيد. بيع ب 4000 مندوس. بيع ب 4000 مندوس. بيع باربعة آلاف مندوس. باربعة آلاف بيع. هذا الحين بيزن مندوس. المندوس إن شاء الله أبو حميد مندوس. لا لحظة لحظة ما يجناح يعطى. بيع باربعة آلاف بيع 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 باربعة آلاف مندوس. كم تبى كم تبى يا راعي غرفة كان كم تبى قول كم تبى خلصنا كم تبى قول. أبيع ستة. لا انهم 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 رد رد بنهم. أبيع ستة. شي شايف اني يالس على بنك. شايف اني يالس على بنك. خذ 5000 ان شاء الله مندوس بحميد مندوس. شو رايك لحظة عمي بيني وبينك 5000 وتوكل على الله شو رايك المندوس 5000 اشتغل انا بسميك ابوي ما يدبو نهمه. لا ما يدبو نهام النهام. انت ما شاء الله عليك بعد ما احتاج تدق سلم مندوس مندوس يا ابو حميد 5000 بيع واحد مندوس 5000 بيع اثنين مندوس 5000 بيع ثلاثة مندوس ما اسمع المندوس بعد اعلى المندوس. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله توكلنا على الله. يا سلام يا سلام. انت غير ممنون حظك اخوي انت. ها حمد حمد وياك اسمعت هالزعيج كله وهالنهمات كلها وهالبحر كله وصلنا ليه الغبة نحن وياك. اخر شيء قال اختار مندوس اخر. اختار مندوس اخر يلا بي اختار مندوس ثاني الصف الاول الصف الثاني. شوف اختار مندوس اخر تختار مندوس ثاني وما ساوب تفتحها على طول. اختار مندوس ثاني الصف الاول الصف الثاني. هات الكلام مندوس الاول الثاني الثالث ولا الرابع؟ الثالث. الثالث. بسم الله توكلنا على الله. يا سلام حمد اسمعك مبروك الغالي مبروك مبروك. ما تبغى السيارة شو؟ لا ابغى السيارة بس مو السيارة. عيل شو طلع؟ سيارة. لا لا طلع 1500 درهم حبيبي 1500 درهم. نصيب الحمد لله الحمد لله نصيب نصيب. لا هذه يبالها نهمة حزينة 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 مايد حزينة حزينة حزينة. باح قلنا لبيع لكن لحظة 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 لحظة. هذا برنامج المندوس مو مسلسل بس يا بحر حبيبي. هذا برنامج البهجة والسعادة والفرحة. ويا وليد هات المندوس يا وليد هات المندوس يا وليد هات المندوس. ناخذ فاصل وعقب نكاثر ونفاصل خلكم ويانا فاصل. يا وليد هات المندوس يا وليد هات المندوس هات المندوس هات المندوس مندوس 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 مندوسك هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك. تابعونا على قناة سمع البيت مع علي عبد الله اسماعيل. لا يسحبون فلوسك يا ليه هذا المندوس يا ليه
اختبار. يلا دقيقة ونص، المندوس الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، خلص سريع. الثالث. بسم الله. صحيح. بسم الله. 3000 درهم بيع. لا. سيارة عندي في المندوس. 4000 درهم بيع. المندوس. 5000 درهم بيع. المندوس. 5500 بيع. لا المندوس. محمد. هذا المندوس مندوسك لا يسحبون فلوسك. أنا أدور وظيفة ثانية عيال، خلاص أنا أشوف لي شغل ثاني، لأنه ما شاء الله طلعوا شبابنا فنانين فنانين بالتقديم. صفقونهم صفقونهم ما شاء الله عليهم. هو عبد الله اسماعي وين تبى أنت؟ لا لا ويوهم الأورة تبارك الرحمن، الله يحفظهم يخليهم يا رب عيالنا يقلدون المندوس. هذه فرحتنا وهذه سعادتنا. لو إن واحد من عيال جيراننا يصور لي البارحة في البيت ويقول طالع عيال جيرانهم من وراء الطوفة وهم يزعجون يا ولد هات المندوس يا ولد هات، شو سويت انت؟ قلت له لا ما سويت شيء، انا اشعلت جذوة الفرح. صح مايد ولا غلطان انا؟ صحيح انا اشهد. عطنا خالد من موظبي، يلا حي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش حالك يا خالد؟ خير الله يعافيك. خالد اخوي انا اليوم خل اكون صريح معك، في الفاصل شوي قلبي مو مرتاح مو بسعيد. ليش؟ والله الناس تبى المندوس، انا اعطيهم 5000 اعطيهم 4000 يختارون المندوس ما يطلع فيه شيء، فانت خليك معي. معك مع شوري وياك انا. انت روحك خالد في البيت ولا حد عندك؟ لا الاهل وياك. ما اسمع صوتهم. يلا 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 سمعونا وين مندوس؟ وين هات المندوس يا ولد هات المندوس يقطع عندك يقطع. خالد مرة ثانية خلي يقولون الله يطرح فيه مبركة يا رب ويحفظهم ويخليهم. وسؤالك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، في أي عام افتتح دبي مول؟ 2006 2003 ولا 2008؟ هات الجواب. 2008 2008 ولا 2003 ولا 2005؟ يلا هات 2008. خلاص 2008. يلا خيرها بغيرها يا خالد، خيرها بغيرها. معلش سامحنا خالد وياك. سامحنا الغالي وإجابتك صح. يا سلام. هات المندوس يا ولد خالد. الصف الأول ولا الصف الثاني حبيبي أخوي؟ سريع الصف الأول. سريع المندوس الأول ولا الثاني؟ هات الكلام سريع الأول. المندوس الأول. مستشار الاقتصادي والخبير المالي مايد الجناحي حبيبي شو رايك الغالي، كم نبيع المندوس هذا؟ 1000 درهم. 1000 درهم؟ كنت مطرش رصيد حق لا 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 خالد 1500. يلا ها 1500 نبيع المندوس. كم تبع يا اخوي؟ والله سريع هات خليك واضح معك. خليك صريح معاي. كم تبى أخوي؟ خليك صريح. 5000. تبى 5000؟ 5000 تبى؟ والله أي شيء عادي. خلاص 2000 درهم مبروك. 2000 درهم توكل على الله. 2000 درهم توكل على الله. توكل. المندوس. توكل على الله. 2000 توكل على الله. 2000. المندوس. ثلاثة توكل على الله. 3000. خلي السيارة في حالها وتوكل على 3000. المندوس. سير توكل على الله. 3500. 3500. روح بيع. المندوس. بيع. روح. 4000 بيع. 4000 بيع. خلاص. بيع. اوكي بعنا خلاص. مبروك عليك 4000 درهم كاش. مبروك. تعال اخوي.
خالد الغالي وياك وياك. سيارة جي اي سي بيضة واللوبشن مقدمة من المحامي القدير عيسى بن حيدر، راحت عليك يا خالد. خلاص بعنا. نعم بعنا بعنا بعنا. ثلاثة كم بعد كم؟ 4000. تدري كم كان في مندوسك؟ مندوسك كان في 5500 درهم. لا لا لا، ناجحين اليوم، ناجحين اليوم، ناجحين 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 ناجحين. مبروك عليك 4000. راحت عليك كل الفلوس. مبروك عليك 4000 علوي، تستاهل كل خير. ها مايد، والله انت مستشار، انت مستشار اقتصادي، انت وايد زين. ها شو رايك، شو رايك اسوي معاك شركه الحين عقب رمضان ان شاء الله؟ ان شاء الله بنعقد الاتفاقيه ان شاء الله، وذهب العقود وحاضرين. بسوي شركه اسمها مندوسكو هولدينج. مندوسكو هولدينج. أوكي. شو رايك انت؟ أوكي. ها تمام، بيكون منصبي نفس ما هو، سابقى على ما هو عليه. انت من الحين تفكر المناصب؟ ها هي هي ايه، عشان اسوي دراسه جدوى. انا ما بحطك الا ناطور برا عند الباب، ترى اتحمل ما حيدش علي ولا يطلع. الله يواليك الصحه والعافيه. زين، وايد يشاركونا على هاشتاج برنامج _ المندوس، نشوف فيديوهاتهم ونكمل وياكم ما تبقى من المندوس. مندوس مندوسك، مندوس مندوسك، لا ياخذون فلوسك. مندوس مندوسك، مندوس مندوسك، لا ياخذون فلوسك. مندوس مندوسك، مندوس مندوسك. هات المندوس يا ولد، 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 هات المندوس. مندوس مندوسك، لا يسحقون فلوسك. مندوس مندوسك، لا يسحقون فلوسك. هات المندوس، هات المندوس. يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس. هذا المندوس مندوسك، لا يسحقون فلوسك. هذا المندوس مندوسك، لا يسحقون فلوسك. هذا المندوس مندوسك، لا يسحقون فلوسك. يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس، يا ولد هات المندوس. وفي سعادتهم سعادتنا، وفي فرحتهم فرحتنا، وفي لقاكم ويمعتكم في بيوتكم العامرة في الخير أقصى أحلامنا وأمانينا ومساعينا. الله يوفقكم ويسعدكم ويتقبل طاعتكم. أنا أوعدكم أن الجوائز تزيد والفلوس تزيد، ونحن عندنا باجي سيارتين، وترى الخير وايد. أنا قصرت شوية هاليومين، ما أدري شو جايني مستوي. ما من أشوفك ما إذا يوم الفلوس ما أدري ليش كل من كنت. ما علي ما علي ما علي ما لا لا أخوي لا، الناس إن شاء الله كل فايد. أنت تتعلمني كل تقولي يود بيزاتك يود بيزاتك. ها أخوي أنا أفكر في 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 في, في الأجيال القادمة. الأجيال القادمة. جاءنا إحنا بنتم الأجيال القادمة، طالعين جيل مثل الورد ما شاء الله عليهم، بيأخذون هالمكان وبيترسون شاشاتنا إبداع وجمال ونور وسعادة. حبيبي حبيبي، شكرا يا مايد، شكرا لكل فريق العمل، شكرا محمد النجفي، انتم كل زملائك واخوانك. اتمنى لكم ليله سعيده، قبل الله طاعتكم ويمعكم الله دائما على الخير والمحبه. وباكر سياره، وباكر خير، وباكر الوفات الوفات الوفات. الى اللقاء وعلى خير.
ميوزك.